آخر حاجة كانت في الحلقة اللي فاتت، العيا قالت لعرفات أنا مش ليك، درة هي اللي تنفعك. وفي الحلقة الجديدة خلدون عند العجمي بيقول له ما تنده على بنتك المأذون في الطريق. العجمي قال له اهدى يا خلدون. ودخل المأذون، خلدون قال له افتح دفترك، وقال للعجمي انده على بنتك تجيب هدومها معاها. العجمي قال له حاضر، وقال للغفير خليك معايا عشان هتبقى شاهد مع خلدون. خلدون اتضايق وقال له شاهد معايا ولا شاهد على الفرح؟ العجمي قال له هيبقى شاهد معاك على فرح بنتي على الشيخ عرفات. دخل عرفات قال له انت ترضاها لي يا حاج ان ده يبقى شاهد على عقدي؟ الغاشي على وصول هو اللي هيشهد. العجمي قال للغفير قول للحريم تزغرط وتفرح. وقال لخلدون يا ريت ترجع مكان ما جيت عشان انت غريب. خلدون ضحك وقال له انت هتشوف حاجات عمرك ما شفتها، وبنتك هتتمنى الموت من كتر الفضايح. وسابهم ومشي. ونايم خلدون في الاوضه لقى الباب بيخبط واتفتح. الرجاله بيقولوا له انت اللي عملت فينا كده، شككتنا في اهلنا وفي مراتاتنا. زعق وقال لهم انتوا هتفطروا عليا ولا ايه؟ ضربوه كلهم بسكاكين في بطنه، وفضل يتكلم وهما يزعقوا ومشيوا بسرعه. ودخلت العيقه قال لها انجديني. قالت له لا انجد روحك، انا كنت جايه وناويه اولع فيك، بس دلوقتي انا هقعد ابص عليك لحد ما تموت. وقعدت تبص له ومات خلدون. والعيقه فرحت. وزين المواصف ماشيه بتعيط وبتقول قتلوك يا ولدي، قتلوك يا خلدون، انا هولع فيهم كلهم. والبطلان في بيته ماسك الصندوق بتاعه اللي فيه فلوسه وخايف ومرعوب، وبيقول العمال اخلصوا بسرعه. والصيادين بيصطادوا، والجو كان كويس والدنيا كويسه، وفجاه الجو غيم وبقى فيه ريح شديده قوي، والناس بقت تجري، ويسر بيجري بمراته يروحوا سفينه عرفات، ومحارب هو ومراته وابنه مش عارفين يروحوا فين. ابنه سمير قال له كل العيال راحوا سفينه الشيخ عرفات. محارب قال له انت ايش عرفك انها هتنجينا؟ سمير قال له قلبي حاسس اننا هننجى. وكل الناس بتجري والبيوت بتتهد، والعيقه بتعيط وبتكلم نفسها. عرفات راح لها قال لها تعالي معايا مع الطيبين. قالت له ربنا يسامحني. قال لها هيسامحك، مفيش اطيب من قلبك. ومشيت معاه. والناس بتجري، والبيت الخشب اللي بناه عرفات فيه ناس بتدعي وتقول يا رب. والبطلان البيت وقع بيه، والضبعه خلصت، الناس خرجوا فرحانين وبيحمدوا ربنا، والشمس طلعت. وبعد شويه سنين الشيخ عرفات بيحتضر على سرير الموت. قال انت يا سمير ليك اوضتي دي، وانت يا انس ليك مكاني في الجامع ووعظ الناس، وانت يا حسن مالكش حاجه، مالكش غير سبحتي دي، راضي؟ حسن خدها وقال له راضي يا حبيبي. عرفات قال انا لعرفات ان يخرج من سجنه، ومات. وداخل خلدون بطرح البحر كلهم الجزيره من تاني، وقال للعيقه تعبتي يا عيقه، هانت جزيره غمام هناك اهي. وبكده يكون خلص المسلسل. اتمنى لو عجبكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. متشكره جدا ليكم.